السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي عبر جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، شفنا خلال اليومين أو الثلاث الأيام الماضية عن زيارة مهمة جدا قام بها رئيس حكومة القبائل المحتلة في المنفى فرحات مهني إلى كندا. ليس هذا فقط، وإنما تم استقباله من طرف البرلمان الكندي، وعقدت معه اجتماعات من طرف البرلمان الكندي. بل أكثر من ذلك، كانت هناك تصريحات وكلمات قوية جدا من برلمانيين كنديين يسلطون فيها الضوء على السلوكات الإجرامية، على الأفعال الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الجزائري في منطقة القبائل المحتلة، وخصوصا قضية الحرائق وكيف تم حرق غابات ديال منطقة القبائل المحتلة، وأيضا تم حرق ساكنة منطقة القبائل المحتلة وهم أحياء. فشفنا هاد الزيارة وشفنا حفاوة الاستقبال ديال البرلمان الكندي، شفنا هاد المسائل كلها. لكن السؤال يطرح، علاش النظام العسكري الجزائري حتى هذه اللحظة لم يصدر ولو كلمة واحدة، ولو تصريح واحد، ولو بيان واحد، ولو حتى عباد الله رسالة احتجاج موجهة للحكومة الكندية على استقبال فرحات مهني؟ ياك تقولوا فرحات مهني مصنف في خانة الإرهاب، حركة الماك مصنفة في خانة جماعة إرهابية، هي حكومة كندا والبرلمان الكندي يستقبلون فرحات مهني ووفد كبير وهام من حركة الماك، حركة تقرير مصير شعب القبائل المحتل، في البرلمان الكندي، ويتحدثون عن السلوكات والأفعال الإجرامية التي قامت بها المخابرات الجزائرية في منطقة القبائل المحتلة، والنظام العسكري الجزائري غير قادر على إطلاق تصريح واحد ولو حتى احتجاج على هذه المسألة اللي قامت بها الحكومة الكندية والبرلمان الكندي. ياك قلت بعد قطع العلاقات مع المغرب، قلت أن من بين الأسباب التي قطعتم عليها العلاقات الدبلوماسية مع المغرب هو أن المغرب يدعم حركة الماك ويدعم تقرير مصير شعب القبائل المحتل. ياك هذه من بين الأسباب اللي خرج الحمامرة في ذاك المؤتمر الصحفي كيقول على أن هذه من بين الأسباب علاش قطعتوا العلاقات مع المغرب. وهي عباد الله حكومة كندا، البرلمان الكندي كيستقبل ليس فقط فرحة مهني، ليس فقط هذا الاستقبال، وإنما يعقد معه اجتماعات، والبرلمانيين الكنديين يصدرون تصاريح ويعني بيانات حول الأفعال الإجرامية اللي قمتم بها في منطقة القبائل المحتلة. علاش ما خرجتوش بيان؟ علاش ما احتجيتوش؟ علاش ما قلتوش كذا وكذا؟ ياك ما خايفين من انكم تاخذوا طريحه فحال الطريحه اللي خدتوها مع اسبانيا، فحال الخضوع اللي خدعتوا امام الاتحاد الاوروبي؟ ياك ما خايفين تاكلوا نفس الطريحه؟ على داك الشيء ما قدرتوش تتكلموا، ما قدرتوش تخرجوا تتكلموا، لانه فعلا هذه المنطقه خاضعه للاحتلال، لانه فعلا المخابرات الجزائريه المجرمة تقول بأفعال إجرامية في هذه المنطقة هذه، لأنه فعلا الحرائق في منطقة القبائل المحتلة تم افتعالها من طرف المخابرات الجزائرية. على ذلك ما قادرينش تخرجوا برسالة احتجاج، على ذلك ما قادرينش تتكلموا، على ذلك ما قادرين ديروا والو. قد نتفهم أن فرنسا التي تحتضن المقر الرئيسي لحكومة القبائل المحتلة في المنفى ما قادرينش تتكلموا على هذه المسألة هذه، لأن فرنسا هي أمكم الحنون، لأن فرنسا هي من أوجدت هذه الدولة الجزائرية الفقرولية الكرغولية، لأن فرنسا هي التي أسست هذه الدولة الموروثة عن الاستعمار. هذه الدولة أسست بمرسوم من طرف الاستعمار الفرنسي. على ذلك ما قادرينش تتكلموا على فرنسا التي تحتضن المقر ديال القبائل. لكن ماذا نقول عن كندا؟ البرلمان الكندي عباد الله استقبل فرحات مهني اللي كتعتبره نتوما إرهابي، واستقبلت أعضاء الحكومة ديال القبائل المحتلة اللي كتعتبروها نتوما جماعة إرهابية، وما قادرين تتكلموا، ما خرجوا لا بيان لا تصريح لا احتجاج لا شيء. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الجبن ديال هذا النظام الغبي والمغفل والفاشل، واللي خايف من أنه يأخذ شي طريحة فحال الطريحة اللي خداها مؤخرا مع إسبانيا، وأعلنوا الخضوع للاتحاد الأوروبي بعد ساعات قليلة فقط من التهديدات التي أطلقها مسؤول في الاتحاد الأوروبي. ليس هذا فقط،
بل قاموا بالتضحية بوزير المالية الجزائري اللي كان السبب في هذه المسألة ديال القرار ديال القطع. ليس هو السبب، النظام هو السبب، ولكن ضحوا به هو لأنه كبش فداء لإعلان الخضوع للاتحاد الأوروبي، لأنهم كانوا باغين يقطعوا العلاقات أو العلاقات التجارية، التعاملات التجارية مع إسبانيا. فآخر المطاف بعد تهديد الاتحاد الأوروبي أعلنوا الخضوع وضحوا بوزير المالية. ها علاش خايفين من أنهم يتكلموا على كندا؟ كندا اللي إلا تكلموا عليها فغادي يخلط طريحة أخرى مثل الطريحة اللي خداوها مع إسبانيا بكل بساطة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.